مسألة أنه إيهام الفصائل المسلحة، هذا أنا لا أتفق معها. كون الفصائل المسلحة لديها ممثلين في الحكومة ولديها ممثلين في كل الوفود التي تذهب لتتفاوض مع الأمريكان، وبالتالي لا يمكن أن تخفى أي معلومة عن تلك الفصائل، ومسألة الإيهام لا يمكن أن تلجأ لها الحكومة كونهم يعلمون بأن الفصائل ممثلة في كل المفاوضات التي تجري مع الطرف الأمريكي. طيب، الحكومة تتحدث أيضا سيد رائد عن 4 أشهر فقط من أجل الانسحاب الأمريكي من العراق، وأيضا الأمريكان بحسب هذه التسريبات يحتاجون إلى 3 سنوات، أيهما ربما أقرب برأيك إلى الواقع؟ طبعا نحن اعتدنا على مثل هذه التناقضات في التصريحات ما بين الطرف الأمريكي والطرف العراقي، ودائما خانة التصريحات الطرف الأمريكي هي الراجحة للأسف. يعني سمعنا قبل أشهر أن هنالك مفاوضات، وخرج الوفد العراقي بتصريحات ونفتها مباشرة السلطات الأمريكية أو الممثلي التفاوض الأمريكان. وبالتالي نحن لا نرجح جهة على جهة أخرى بقدر ما نقول أن هنالك نية صادقة من قبل الحكومة العراقية والطرف الأمريكي بأن تحل هذه المسألة، تحل هذه المعضلة. أنا لا أرى أن هنالك، ونحن لا نرى أن هنالك صدق أمريكي في عملية الانسحاب، كون الأمريكان دائما يتذرعون بوجود فصائل مسلحة تابعة لإيران تهدد الحكومة العراقية، وبالتالي فإن بقائهم أمر ضروري للحفاظ على الكيان العراقي اللي هم صنعوه من عام 2003. وبالتالي هذه لعبة القط والفار بالنسبة للفصائل المسلحة وبالنسبة للأمريكان مستمرة، وكل واحد من عندهم له مصالح في بقاء الطرف الآخر يعني على الساحة السياسية أو وجوده الفعلي والمعنوي.